المعتقل محمد فيصل في معركة التحرير. من كان يظن أن المعتقل في سجون النظام سيخرج سالما، لكن الأمر في إدلب وبالتحديد في مدينة معرة النعمان أصبح واقعا بعد تحريرها بالكامل من قوات النظام التي قطعت أوصالها لأشهر بحواجز حاصرت الأهالي الذين شبهوا ما يجري بالاحتلال. هذا الرصاص الذي كان يطلقونه على الأهالي. المعرة حرة وعشرات المدن والبلدات في سوريا كذلك بعد معارك عنيفة يبقى فيها من يستحق ويهرب منها الخائف. هذا هو منطق إسقاط النظام وفق الثوار الذين غنموا راجمات صواريخ ودبابات وآليات وذخيرة، كما تم أسر 40 عسكريا من قوات النظام شاركوا بالهجوم على المدينة، هذا قبل تحرير 13 حاجز. مدينة معرة النعمان وبلمحة سريعة كانت منذ بدايات الثورة ساحة لآلاف المتظاهرين الذين لم تسعهم حاراتهم، لذا خرجوا على أوتوستراد طريق حلب غير آبهين بعدما سقطت الأقنعة وفق تعبيرهم. حاول النظام اقتحامها بريا عدة مرات لكنه لم يستطع، وسرعان ما كان ينسحب تحت ضربات الجيش الحر. بعدها قصفها من الجو ومدفعيا من منطقة بعيدة في بلدة تلمنس الملاصقة لوادي الضيف، ثم اكتفى بنصب الحواجز على أطراف المدينة لضمان عبور إمداداته عبر الطريق الدولي وفق إعلام النظام الذي يعلم جيدا أن المعرة منطقة استراتيجية هامة في ريف إدلب لأنها حلقة الوصل بين ريف إدلب الشرقي وقرى جبل الزاوية. يؤكد عسكريون في الجيش الحر أنه إذا تم تحرير المناطق المحيطة بمعرة النعمان فستكون المنطقة من الحدود السورية التركية إلى خان شيخون منطقة خالية من الوجود العسكري للنظام على الأرض وشبه منطقة عازلة على أيدي كتائب الجيش السوري الحر، لكن الاحتمالات تبقى مفتوحة إذا حدثت عمليات كر وفر.